نشوفوا مع بعض ازاي اولادنا وانا شخصيا والكبار بيحبوا انواع المكرونه اللي هي باطعمه مختلفه. مكرونه بالوايت صوص، مكرونه بالريد صوص، بالبينك صوص، حاجات الجميله بالجرين صوص. هو الجرين صوص يا عم الشيف صلصه البيستو اللي هي ريحان مع لوز مع توم مع زيت زيتون، بينضربوا في الكبه يبقى عندنا صلصه لونها اخضر مع شويه مكرونه مسلوقين تبقى مكرونه بالجرين صوص. حلو الكلام. ممكن تستبدلي الريحان ببقدونس زي ما انت عايزه، بس هي جت الفكره عشان اقولها. تعالوا شوفوا مع بعض ازاي نعمل مكرونه بالوايت صوص. مقاديرها على الشاشه لا تتعدى للامانه اصابع اليد العشرة. مشروم، جبنه بارميزان مبشوره بديل ليها جبنه رومي مبشوره، مكرونه بينا معانا بصله ناعمه، فص توم ناعم، قليل من الشبت، كريمه لباني، زبده. حلو الكلام. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. طبعا المكرونه ده انا عاشق له، وللمشروم بالذات لما بيبقى بيستوي مع الوايت صوص بيبقى لطيف وجميل، وفي علاقه عشق ما بين المشروم وشوربه المشروم بالوايت صوص، شوربه المشروم بالكريمه، المشروم بالوايت صوص. ده كل حاجات كده معروفه بناكلها طبعا مع الستيك المشوي او البيبر ستيك لما يتحط عليه مشروم ووايت صوص. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. يعني انا باجي وانا شغال او انا بقول وصفه اكله بفتكر مواضيع تانية في وصفات تانية، فبضطر اقولها علشان حضراتكم تبقوا برضو ملمين بالموضوع. مدرسة المغازي بتقول ايه؟ بتقول المكرونة بعد ما تتسلق ما تتغسلش. مكرونة سباكيتي، مكرونة بينا، يفضل عدم غسلها بعد ما تتسلق. وكمان يفضل ان احنا ما نسلقهاش تسوية كاملة، تستوي نص سوى، تكمل النص التاني مع الصوص التابع ليها، سواء بلونيز، سواء مشروم، ريد صوص، وايت صوص، ايا كان. هي دي المدرسه. هنا ماء سلق المكرونه، ميه مغليه معاها زيت وملح، اهي جاهزه. اوعي في حياتك تفكر تحط مكرونه في ميه بارده، في ميه لسه ما غليتش. المكرونه هتتكسر منك وتعجن منك، ومعالمها مش هتعرفيها. المكرونه الوايت بينا بالذات لازم تتسلق في ميه مغليه بملح وزيت زيتون. اهو 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 وانا شغال كده. اهو شفت الحلاوه دي؟ شفت الشقاوه دي؟ دول مش هحطهم في الميه، مستني انت نزلهم في الميه، مش هحطهم في الميه. هتحطهم فين يا عم الشيف؟ في قلب الزيت. ايه اللي بتعمله ده يا شيف؟ هو ده بقى. هي دي التركيه اللي انا عايز افاجئكم بيها. مكرونه بالوايت صوص، معانا مكرونه كده هتاخد لون في قلب الوايت صوص، هتدي شكل جمالي. تفتكرها سجق بقى، تفتكرها لحمه مفرومه، فكره عمل الرز اللي هو حبه وحبه. مكرونه اتحمرت ازاي؟ وهي بتتحمر وبتتدلع بنزل ببصلايه ناعمه، فص توم ناعم. تحميره المكرونه في حد ذاتها مع البصله والتومه فكره برضو تحمير الشعريه، وانا بعملها شوربه، فبتدي طعم للفليفر بتاع الزيت وانا شغال كده. شفت بقى افتكاسه كانت في راسك دي؟ كانت على بالك دي؟ اتحداكي. انت مستنيه لما انزل المكرونه كلها في قلب الميه، حتى المخرج مستني لاخر شويه مكرونه، اتفاجئ ان انا نزلت بقيه المكرونه في قلب الطاسه. بنزل بالزبده دي واحمر كده. شفت المدرسه؟ شوفوا بقى اللي جاي بقى احسن. طريقه التحمير المكرونه هنا مع البصله والتومه، وانزل بشويه ميه عليهم عشان نكمل سوا، هيديني قوام للصوص. قوام الصوص ده انا هعتمد عليه اعتماد كلي مع اضافه الكريمه اللباني، وكده مش هحط لا نشا ولا دقيق. الله عليك يا عم الشيف. عايزه تستبدلي تحمير المكرونه ده بالنشا والدقيق، اهلا وسهلا. التحميره دي مطلوبه. شغاله اهوت، عندي زعتر هنا. الله، محظوظ محظوظ يا مغازي. الزعتر البري ده يا اخوانا في مطبخك خليه دايما موجود. فريش ده لطيف. باخد كده ده مهم، خلي بالك جدا في المطبخ وخاصة المطبخ الطلياني. روزماري وزعتر وزيت زيتون. شفتي تفرق دي بقى في الطعم، خلي بالك. يمكن والله الحزمة دي مش مكملة ثلاثة تعريفة، بس وجودها في المطبخ مهمة جدا. روزماري، زعتر، اوعى تحط العروق اللي يجي تحت اسنان حماتك ولا مامتك تزعل منك وتقولك ما تخشيش المطبخ تاني، لانك هتروح عند دكتور السنان تصرفي مبلغ وقدره نتيجة ايه؟ عرق النعناع اللي حطيتيه في العصير،
عرق الروزماري او الزعتر اللي حاططيه في اكله، الدبوس اللي نسيتيه وانت بتفتحي الكيس بتاع المكسرات عشان تعملي فطاير، الحاجات اللي هي ممكن تعدينا دي وتفوتنا. اهو شفت التحميله دي مطلوبه اهي. حلو الكلام، حلو الكلام. هنبدا نعمل ايه يا عم الشيف؟ عند المكرونه دي بتتسلق، تتسلق نص سوا، بقلبها كده في الميه والزيت والملح. عندي مشروم طازه، باخد المشروم اقطعه كده، الطرطعة دي مطلوبة اهي، حبات المشروم وهي سليمة او يتعانوا السين كده. اهو دي طريقة برضو. اهو نقطع المشروم ازاي؟ اهو نجيب حبات المشروم زي ما هي كده ونقطعها نصين، نبدأ نقطعها كده. دي مدرسة تقطيع المشروم، هو ملوش تقطيع غير كده، خلي بالك اهو عشان نحافظ على المعالم بتاعته عشان يبان ان ده مشروم. ناخد المشروم ده نسقطه على ايه؟ على المكرونة الحلوة دي. العب طيب بسلة. شوية مكرونة أول مرة تاكليهم، يبقى أنا عملت المكرونة بالوايت صوص قبل كده مليون مرة، بس المرة دي بطعم مختلف، وهعملها بكرة بطعم مختلف، وبعد بكرة بطعم مختلف، وبعد بعد بكرة بطعم مختلف، وأنا شغال. ده حب للمطبخ، عشق للمطبخ، هوايتك للمطبخ، حابة إنك تخش المطبخ تبدعي، تألفي، تفكري. محمر المشروم مع الافتكاسه بتاعه الشيف، المكرونه اللي حمرها، البصله اللي حمرها، الحلاوه والجمال ده كده وانا شغاله. ايه ده يا شيف؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ حلو. عندي ماء سلق المكرونه، اللهم صل على النبي. يلا مخرجنا، هو ده هو ده، يلا بينا. اللهم صل على النبي. شفت الشقاوه؟ واسيب دول ياخدوا غلوه، تكون المكرونه بتاعتي اللي في الحله او اللي في المصفى حلت. يعني ايه حلت؟ يعني خدت نص سوا. بهاراتنا هنا فلفل اسود، ملح، ونقلب التقليبه دي تاني. لا الطور لنساه، انا مغطيه بورقه زبده وورقه فويل وحطه في الفرن. ده خالص لازم ده ياخد غلوه كده في الفرن، ويبقى فيه انسجام ما بين الخضار وما بين الفراخ وما بين الخبره الطهويه وما بين الطشه والكزبريه والتومه والجو اللي احنا شفناه قبل الفاصل. ده مطلوب، خلي بالك، فما ينفعش كمان اكشف عليه. اخبار المكرونه ايه؟ زي الفل. هو ده اللي انا عايزه. ناخد المكرونه دي كده، يلا بينا يلا بينا. شوية مكرونة ما عملتهمش قبل كده، نشيل دي من هنا ونخليها تكمل سواها مع التفاصيل اللي احنا عملناها من شوية. مشروم، شفت المكرونة اللي متحمرة بقى هنا شكلها عامل ازاي مع المكرونة؟ هو دي بقى. يقوم الأولاد هما بياكلوا، ايه ده يا ماميتو؟ دي مكرونة. وايه البيضة دي يا ماميتو؟ دي مكرونة. طب دي حمرا ليه يا ماميتو؟ تعال نبص ايه اللي حصل في المكرونة الحلوة ذات اللونين البنك والوايت. الله، لسه التركايه، لسه التركايه الحلوه، كريمه لباني، حطيت عليها شويه حليب عشان عايز للمكرونه دي قوام. نقلب كده ونبص مع بعض ايه الاخبار. انت تقول استوت ولا ما استوتش؟ بالله عليك، ما هي تقريبا كده شويه المكرونه حاطينهم كانوا قد ايه؟ بقى قد ايه تبقى استوى؟ لان المكرونه البنه بالذات لما بتستوي بيزداد ويتضخم حجمها. واللي عاجبني قوي في الليله دي كلها المكرونه اللي هي متحمره دي، كل 100 حبايه مكرونه نلاقي واحده ايه؟ لون تاني. ننزل بالدلع ده، كريمه لباني، العب، هو ده. ونقلب. الله، هتفرج على القوام دلوقتي. حليب، كريمه لباني، تدوب كده، شفت القوام بدأ يديني ازاي؟ الله، ده انا يا شيف مغازي بخش المطبخ بقلب المطبخ عشان اعمل طبق مكرونه زي ده. تفاصيل كتيره في الطبق ده او في الصينيه دي او في الطاسه دي. تفاصيل كتيره من بدايه تحمير المكرونه مع البصله مع التومه مع المشروب، مع سلق المكرونه من البدايه نص سلقه، تكمل سواها مع الوايت صوص. حلو قوي. شويه شبت صغيرين
باطراف ايدك كده، ما تكترش منه لان ده حرامي. ننزل بالجبنه. يا دلعك يا دلعك. في طريقتين، يا اما نغرف المكرونه ونحط الجبنه عليها وندخلها الفرن، يبقى طاجن مكرونه في الفرن بالجبنه عادي، ودي سكه تانية خالص اللي بيحبوا تحمير الجبنه. وفي ناس تحب الجبنه سايحه في قلب المكرونه. انت منهم يا عم الشيف؟ انت انا واحد منهم، انت من انا واحد منهم يا شفيق؟ المكرونه سايحه جوه الجبنه ولا على وش المكرونه؟ العب، انا بحبها كده اهو. شفت هي دي يعني. مكرونه الرومي بالذات، قصدي الجبنه الرومي بالذات لما تكون مبشوره بنت عم البرمجان، بس هي ارخص طبعا يعني. ايه الجبنه البرمجان دي؟ جبنه عامله زي الرومي كده، مالحه شويه، بتتبشر. اخواننا في السوبر ماركت بيعملوا ايه؟ بيعملوا حاجه لطيفه وحاجه حلوه برضو. بواقي الجبنه الرومي عندهم بيبشروها ويعبوها جبنه مبشوره لطيفه، ممكن تشتريها عادي يعني، مش وحشه، لطيفه وزي الفل. نغرف المكرونه دي، الف هنا وشفا اللي ياكل منها. خلي بالك يا امي يا خالتي يا عمتي يا ست الكل يا عروسه يا لسه مبتدئه مطبخ، طالما هتستخدمي جبنه رومي في طبق المكرونه ده يفضل استخدامك للملح قليل، بدايه من سلق المكرونه، لانك انت حاطه في راسك ومخططه هتحط جبنه رومي، فطالما هتحط جبنه رومي تقللي الملح في سلق المكرونه. اهو اهو دلعني هو ده. اهو الله اهو. شفت المكرونه نازله تتكلم مصري ازاي؟ تقولي لي بقى طلياني برازيلي، دي معموله بخف الدم مصري. طلعينا هيحمروا شويه المكرونه دول اللي كان المخرج راسم على ان هم يشوفهم في الاخر؟ ابدا، ولا في الحلم، ولا عمره يفكر، ولا تيجي دماغه كده. واحنا بناكل المكرونه دي هتلاقي المكرونه اللي متحمره دي واخده طعم تاني خالص، والمكرونه اللي مش متحمره واخده طعم تاني.